مرحبا مع بدايه شهر ايلول طقس الصيف الاعتيادي رح يكفي معنا وتغيرات كبيره ما فيه. الحراره على الساحل والجبال بتكون ضمن معدلاتها الموسميه اما بالداخل فبتبقى اعلى بشوي وممكن ينشط الهواء السبت والاحد ويلطف الجو ونطفه. نعمل جوله لنشوف كيف مسجل معدل الحراره بمختلف المناطق. اذا 29 درجه ببيروت 23 بفريا و32 درجه بزحله نسبه الرطوبه على الساحل عم تسجل 65% قد ايه رح يسجل معدل الحراره على الساحل بالايام اللي جايه خلينا نشوف اذا السبت الطقس بيكون غائم جزئيا بالاجمال الحراره على الساحل بتسجل 29 درجه وبيتشكل الضباب على المرتفعات الاحد و والثلاثه طقس طيب الصيف اعتيادي بيبقى مرافقنا مثل ما ذكرنا باول النشره والحراره على الساحل بتستقر على 29 درجه هيدا كانت صفحه الاحوال الجويه للنشره المسائيه تصبحوا على خير <applause>